يربع الشغل برا يا عجبه فعليه يربع الشغل برا يا عجبه فعليه. جاء وطلوا هك داخلها اكيد صيفه وعلى دينوا لي الحيوان دينوا لي الحيوان نحودي من هذه الازمه نحودي من هذه الازمه وعلى ورماني ما بدات ربي وانتوما ورماني ما بدات ربي وانتوما كونفليكس الطفل كان مع اصحابه كلش هنا يتعقد تعقد ولد عنده عقده ما يريش مع اصحابه بابه يعيط له اروح لهنا ويهارب له اروح لهنا ويهارب له. سهل الانسان يعيش هكذا سهل الانسان يعيش هكذا نقعد في هاد التمرميد اختي ان شاء الله نقعد في هاد التمرميد اختي شويه بطفاتي في الليل على عندي الكولو شويه بطفاتي في الليل على عندي الكولو المكلام يجيبوا لي كاع ولاد لحوم كم ربما حل افريشه ما عندهاش الفراش ما عندها والو حوايجها السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في هذا العدد الجديد من برنامجكم ضياف ربي. نعم برنامج ضياف ربي البرنامج الوحيد اللي يدخل بيوت الجزائريين يتقرب منهم يقاسمهم همومهم مشاكلهم أهاتهم ويرسم البسمة كذلك على وجوههم. مشاهدينا اليوم رانا متواجدين بالحراش رايحين كذلك نوري لكم مشاهد صادمة لعجوز تفترش الأرض. نعم عجوز اتخذت من الشاحنة المتواجدة خلفي مأوى لها وهي العجوز التي منحها الله حب الجيران والمرة لمساعدتها على سد حاجيتها البسيطة من مأكل ومشرب. اليوم للأسف في برنامجنا راح نوقفوا ونتقاسموا مع بعض هذه المأساة الإنسانية وهذه الكارثة الحقيقية اللي تتخبط فيها هذه العائلة هنا بالحراش. ما نطولش عليكم بزاف ونقول لكم أن حكايتنا وقصتنا نهار اليوم راح تبدأ الآن. السلام عليكم. مرحبا. مرحبا. واش راكي الحاجه كيف خير؟ خيريس. لاباس الحمد لله. قبل ما ندخل عند الحاجه حبيت نقول للمشاهدين هذه هي العجوز اللي كلمكم عليها قلت لكم انه تعيش في هذه الحافله لوحدها رفقه شقيق ديالها ربما اخوك ماهوش هنا. ما كانش قدام مرتو لدارهم. بصح يعاودي ولا ان شاء الله اذا بعد قليل صح يلتحق بنا الشقيق ديالها. قلت لكم انه مشاهد صادمه قصه مؤثره تقطع القلب راح نكتشفوها مع بعض. ندي فقط ميكرو من عندك مولود. شكرا جزيلا وتابعونا وتابعوا تفاصيل هذه الماساه اللي حين نعيشوها كيف كيف. الان الحاجه اني جيت. مرحبا بك. اذا الحاجه هذه هي الحاجه اللي قالت لنا انه اتصلوا بيا اولاد الحراش. ولاد الحراش قالوا لي كاينه واحد الحاجه راهي مرميه لبرا. لقيت براويه خير من فاميلتي. بسم الله. شوفي الحاجه نقعد قدامك معليش. قعدي احنا وانا كل فوالا احمر وجهك ان شاء الله يا رب ان شاء الله وانت ربي يفرج عليك ان شاء الله. شوفي اتصلوا بيا شباب الحراش قالوا لي كاينه امي متنا راهي مرميه برا في الزنقه. اربع شهور وانا مرميه رمالي ما قدش ربي ولا يقول لك وليا وخويا زواني مسكين من الخدمه وعلى بولادو 4 سنين ويشارع فيا مع الاخر ماني برا. شحال في عمرك الحاجه؟ عندي 60. الله يبارك الله يبارك الله يبارك. اذا هذه الحاجه راهي مرميه في الشارع قلت لكم منذ 4 اشهر. شكون هذا اللي رماك فهميني؟ مول الدار مولاي. كنتي كاريه؟ كاريه جدي جا صغير قرن عندنا جا صغير مول 10 سنين لهنا تربى هنا تزوج هنا جاب ولادو انا عمومي وبابا تربينا كاع حنا زايدين هنا على خير. شوفي اختي شتي كيفاه كون راح تشري عليه قالوا له شري لها اي دارك رماني برا. يعني عايشه هنا في هذا الفورغو هذا؟ دارك جيراني مساكن وما لا طولي. ما تبكيش يا ميمتي ما تبكيش. مرات مرات ماشي ساهل على بالي ماشي ساهل. مرات كون في السخانه واش علي في الشتاء؟ البرد. البرد عليك. الحاجه نشوفوا ربما مع المشاهدين نحبس معك شويه نشوفوا ربما كيفاش هاد الام عايشه وحدها مع خوها قلت لكم ولادو ومرتو. خويا ولادو ومرتو قلت لي داها المراه ولادو داها مساكن هما ساكنين فوضاوي سابو
لانه ساكن في هذا الفورغو هذا يعني يضطر الى انه ينقل الزوجه ديالو ولادو يعيشوا عند العائله ديالهم. شوفوا القط، تخيلوا انتم قاعدين هكذا القطوطا يصوتيو عليكم كما هنا وقع، البرا والبليك البرد الريح والكلاب في الليل. الكلاب تولي ديري هكذاك اخويا سترو ربي من الكلب ولا ربي سترو. اذا قلت لكم انه هاد الحاجه ترقد هكذا في مديرين لها هاد الكونتر بلاكي، عندها افريشه باليه. اخوك يرقد معاك هنا؟ يرقد هنا مسكين. هذا هو فراشه، هذا هو فراش الاخ ديالها رملك. ها يعني راكم تشوفوا معنا بالصوره، والله شوفوا انا وين يروح مسكين. عندي خالي كسب الدنيا، شفتي؟ شوف ما طاوني وما كاين للناس خالي. وعلى خالي راحوا لي الناس ما راحوا لهم، قالوا لهم بنت خدكم ماما الحلواو. ما جاش من بالك الحاجه؟ جاوا طلوا هكذا غير هكي بصير فا. وعلى ديروا لي الحيوط نحوني من هذه الازمه. وعلى ورماني ما داش ربي وانتوما. جاوا طلوا هكذا غير هكي بصير فا. وعلى ديروا لي الحيوط نحوني من هذه الازمه، نحوني من هذه الازمه. وعلى ورماني مهدات ربي وانتوما، ورماني مهدات ربي وانتوما، ورماني مهدات ربي وانتوما. يديهم منيف يا كاكدا اختي. صح للاسف. منيف ترضى برا. القلوب تفات. انا ولاد الحومه كاع غنتوهم يجيبوني مساكن الفراش يجيبوني ناكل. غير ولاد الحومه. ولاد الحومه. الراجل معشور ما خدمش من الفرقو تاعو. صح. ان شاء الله بعد قليل تعرفوا مول الفرقو هذا. انا من قبل كنت نحكي مع الحاجه قال لي انه ربع شهر ما خدمتش. ربع شهور ما خدمتش. باش برك يخلي لها الفرقو للحاجه. غنتو مسكين. ايه. خالك يا سب. ايه. ما تجوش يعقبوا منا، يعقبوا منا وشافوهم ما يجوش ليا ولا يقولوا لي. انت بنت الحراش. بنت الحراش انا زيدانه. زيدي كاع هنا في هذيك الدار. ودايره السوسيال. كاع داير خويا. خوك. ما طاولوش مسكين. داروا جديد غير. لو زكي او مولودي يجيو معايا نقرب لهم فقط المشهد والصوره، شوفوا المطبخ تاع الام هذه ما عندهاش، عندها غير هذا. دوسي جديد دنيا اطفال. اذا رامي شوفوا معنا المشاهدين، قالت لكم تعيش على صدقات الجيران، فقط الجيران اللي عاونوها. الحمد لله ربي يحبك، لانه ربي يحبك يغسلوا لي حوايجي. هذا هو، لولا الجيران اللي يجيبوا لها تاكل ويطيبوا لها يغسلوا لي حوايجي ويجيبوا لي قهوه ويجيب كاع كيما راهو. ولاد الحراش وبنات الحراش الفحوله تحيه كبيره لهم هنا، خاصه في بلفور. عبرها لا صارت في بلفور غير فيا. ربي يفرج ان شاء الله. قلت لكم هاد الام بحاجه، على بالكم ما عندها والو، ما عندها والو وحوايج مسجره، ماشي مقطوعه مسجره. ويجي كاع راحوا في هذاك الجيتون تشبقوا. شوفي من دامك، من دامك رانا معاك، حنا ماشي مقطوعه من سجره، حنا ولادك وخاوتك رانا معاك الحاجه. ماشي كاع راح لحولي برا. نروح نشوف. معليش انت ما تقدريش تنوضي الحاجه. الحاجه راهي مقعده تخيلوا ربع شهر وهي على هذه الحاله مسكينه، ما تقدر تمشي ما تقدر توقف، تروح فقط الا لقضاء الحاجات ديالها. شوفي حبابك عاليه من جي نحبط حتى يحبطوني. ديجا انا هكا باش نطلعت مقبل كان عندي فيه صعوبه، حبيت نوري لكم الان. ما بغيتش اذا نسقسي شويه لي جون اللي يقدر يهضر معايا. سيفو سيفو حبذا لو انه بما انه روم لي جون هنا تاع البلفور غاطيني الميكرو. ان شاء الله لقيتهم كامل. صح صح. السلام عليكم. الحاجة تشكر وتعاود في ولاد الحراش، تقول لك لو كان مال الجيران لو كان كثر خيرهم. احكي لنا ربما على حالة الحاجة، كيفاش الظروف تاعها ربع شهر؟ شوفي الظروف تاعها قاسية، والشتاء والبرد، واحد الأيامات عقبت عليها، عقبت عليها والله العظيم غير كارثة، قسما بالله غير كارثة. غير ودراري لي كارطاب ولي ساكادو تاع ولاد خو ولاد خوها غير تشمخوا حتى عاودوا يشراوا كلش جديد. وجيرانهم قايمين بها، يجيبوا لها الماكله، يجيبوا لها واسمو،
وحتى مول الفرقان قالت لي 4 شهور ما خدمش. والله ما بوجيتها خليته ولا باش انت هو مول الفرقان. انا مول الفرقان. بارك الله فيك. شوفوا راكم تشوفوا فيا هنا وهنا الكاميرا من خلال قناه نهار. هذا هو الجزائري الحر والفحل اللي الفرقان تاعو 4 شهور ما خدمش. والله ما تحركت ملي خرجوها الليله الاولى يبدا داخل الفرقان الليله الاولى سخر الفرقان ديالو غير الحاجه باش ما تكونش برا في البرد. الف تحيه ليك لانه راك مشرف في الحراش وبالفور وكامل الجزائريين، لانه قليل في هذا الوقت انه واحد يخلي الفورغون تاعو يحب 4 شهور تخدم به. نخدم به انا هذاك هو هذاك هو المعيشه ديالي نخدم به انا ترونسبورتور هذيك معيشتي. واش تقولي له الحاجه ويشوف فينا هكذا؟ ان شاء الله ربي يستر له وليداتو ويعطيه قدمه من دت سماع الارض ان شاء الله. انا ما كان ويشوف فينا يماه ان شاء الله يماه راهي مريضه. هي الاولانيه هذه اولى والله غير اولى. امينو سيفو والجماعته يجوا يهضروا معنا كلمه حق فقط. انا حابه كلمه حق من طرف نتوما الشباب تاع الحراش. لك حاجه ربي وستر عبده، نتوما ما حبيتوش تستروا بتحومتكم بنت بلادكم هذه استروها. لا استروها صح صح استروها بنت بلادكم هذه ربي وستر عبده. هذا واش نهضر انا قلت لكم انه الحاجه لو كان لقات هاد الشباب اللي واقفين معاها صدقوني تطيح. اليوم وغدوه نوقفوا معاها اليوم وغدوه كما نوقفوش معاها احنا ولاد حومتنا. شكون اللي يوقف معاها؟ احنا كي زدنا كي طلعنا شغل كبرنا عندها رباتنا كاع حنايا. ان شاء الله ربي يفرج عليها وان شاء الله ضياف ربي حيكون فيها الخير عليها ان شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا. نديروا نداء باقي السلطات بك طبعا. نديروا نداء السلطات يتهلاو فيها. اللهم امين. ان شاء الله الرساله الحق وانا نوعدكم ان شاء الله نروح نزور رئيس البلديه وننقلوا الانشغال تاعها ان شاء الله وان شاء الله يكون فيها خير يا رب. بنت خوها كي تجي تدخل هنا تقرا تدخل داخل هنا تقرا تقرا داخل وبزمور. انا في العطله لحسن الحظ انا في العطله العائله الاولاد ما كانش راهم عند العائله ديالهم والا كنت نشوفوا الاطفال ضايعين ومشتين ومرميين في هذا الفورغان. سابنا مساكن فوضاوي او يقول لك مساكن قلالين. صح وكما يقولوا الناس اللي جيرانها اللي مرافدينها اونطرو مسكينه يمت بالشر. الحمد لله. ماجيني دراري راحوا يقراوا عاودوا ولاو لقاو الدوزان تاعهم برا حتى حشم سيدي راح يقرا. لا انا كما هرب من راه ما نقدرش نكمل. هرب من الدار حشم راح يقرا. صح ماشي ساهل المشاكل هادو ربي يفرج ان شاء الله يا رب. والله مادام احنا هنا حاجه ما تخصها ان شاء الله. على بالي ما عنديش شك انه ولاد الحراس فيهم النخوه والرجوله ما يكفي انهم يوقفوا معاها بصح ان شاء الله ما تطولش على هذه الحاله ان شاء الله. ماذا بينا قبل رمضان ماذا بينا في رمضان تكون مع ولاد خوها ان شاء الله. انا واش رايكم نقول لكم ربي ان شاء الله في سمانه بالك من بعد العرض الحصار ان شاء الله يفرج عليها ان شاء الله. حنا نعمروا بالقش وندوها لندوها ان شاء الله. ربي يوفقكم وسهرانين على هذو الامور. لا احنا باش ان شاء الله نعاونوهم ان شاء الله ربي احنا يسخرنا ليهم كيما سخركم راكم واقفين معاها. ثاني ما دابينا تروح وتعرضنا في رمضان تعشاو عندها كامل ان شاء الله. نجوا لعندها ان شاء الله. وراه جاي رمضان كما قال لك رمضان تكون مستوره هي وخوها ومرت خوها ان شاء الله. الحاجه ابشري خيرا ان شاء الله. نروح انا نشوف كيفاش القش ديالها. فوالا طبعا لحتو على بالي قالت لي لحتو واه شتا رجعتو فتات قايت ما ولاش قاع يصلح القش تاع ولاد ماتو قاع مسكين لحوهم الحوايج قاع لحوهم كارثه الله كارثه. وليد خوها داوه هنايا الفاعلين الخير داوه عاودوا كساوه كارثه عاودوا كساوه من فوق لا يحشم راح يقرا مسكين كومبليكس الطفل كان مع صحابه كلش هنا تعقد ولات عنده عقده ما يريحش مع صحابه باباه يعيط له ارواح لهنا وهارب له. ان شاء الله ما تدومش هذه الحاله بزاف ان شاء الله. ان شاء الله احنا نشوفوا مع المشاهدين ندعيوهم انهم يتابعوا معنا طبعا كيفاش القش ديالها اختها خالتي دوجا راهو مرمي في الشارع يعني ما تبقى فقط من الاثاث. هذا الاثاث اللي بقى راكم سمعتوا الجار قال لكم انه بفعل الرياح والشتاء والامطار هذيك تم اتلاف كامل القش ديالها من ملابس وكذا. هذه هي الحاله اللي عليها هذه العائله للاسف الشديد. نقولها اليوم رانا في 2020 في 2021 عفوا القلب والله العظيم غير يبكي والعين تبكي وحنا نقولوا ربي فقط انه ما يخليش عبده ان شاء الله. نقولوا انه رحمونا يرحمهم الرحمن وان شاء الله خالتي دوجة طبعا راح يكون فيه ناس الخير اللي يعاونوها ويوقفوا معاها للخلاص من الهم ديالها. خالتي دوجة انا حابه ثاني نعرف كيفاش الظلمه عليك في الليل شعليها عندي تشرجوها ليك
كيفاش عندي جاري السكري جلالي ايه ودوا عليا ربي دوي اللهم امين. انا ما عرفتش كتشتغل هذه جا اي واحد اخرى ديها داوها ايه ما يشتمشي هذه قولي ان شاء الله جلالي ان شاء الله ربي دوي عليا ويفرحوا بولي طايحه لاباطري نورمال هذيك ديها يشارجيها هذه مشي مشارجيها يعني مصطفى ديها يشارجيها واحد اخرى يعني شوفوا شكرا جلالي يقولوا ان شاء الله ربي يفتح الباب تاعو امين يا رب ان شاء الله كيما ها يا جلالي خويا كيما ضويتها على خالتي دوجا ربي يضويها عليك ان شاء الله ان شاء الله يا رب ما تفكيش خالتي دوجا انت ام تاعنا على بالك احنا كاع ولادك ان شاء الله حنونا رانا كاع نخدموا باش ان شاء الله نعاونوك ان شاء الله عيط لك بن يعقوب هايطولي الياس الياس هايطولي امين كامل جوني منا قريب ضرب معاهم شوفي كاع حبوني باش نجي عندك كاع وكامل قالوا لي لازم تروحي تشوفي خالتي دوجا وصوتها يوصل من خلال ربي نتسلاو فيك ربي راني جيت راني جيت ان شاء الله مرحبا بك حنونا ربي يخليك حبيبتي ربي يخليك ان شاء الله هاوليك جلالي هاوليك نشكر في ربي هاولي جلالي ان شاء الله هذا هو الاخ جلالي اللي عطالها الاناره هكذا الاخ بارك الله قالت لي دعي له ودعي الزوجه ديالو انا قادره تقول دعي لجلالي ودعي لمرتو ان شاء الله ربي يجازيك كل خير ربي يضوي عليك كما ضويت عليها طبعا ان شاء الله ربي يفتح عليها ان شاء الله ويشوفوا ما فيها نشوفوا يعطوا لها سكنه تاعها سبحان الله عندها شحال من سنه بلا سكنه ني باباها ني جدها ني حتى واحد صح ربي يفرج ان شاء الله ربي يفرج والمشاهدين انتم عليكم تابعوا في ضياف ربي الان هكذا على قناه النهار شوفوا ان بلان مولود ولا زكي رجاء هادو هما الصوره الجميله في كامل هذه القصه لانه بفضل هؤلاء الجزائر ها مازالها بخير وبفضل هؤلاء هاد المغبونين طبعا ما يخليوهمش ويوقفوا معاهم ويمسحوا لهم الدمعه ديالهم انا نقول لهم الف شكر طبعا وبهذه الصوره الجميله اونكور اون فوا نقول لكم انه نخليكم تتذكروا مع بعض تشوفوا معنا كيفاش خالتي دوجا راهي عايشه في هاد الفورقه الى حين ان شاء الله الاخ ديالها يلتحق بنا بعد قليل اربع شهور برا يا عتابة عليه اربع شهور برا يا عتابة عليه كان مع اصحابه كل شهنا يتعقد ولد عنده عقده ما يريش مع اصحابه باباه يعيط له اروح لهنا هو يهارب له اروح لهنا هو يهارب له شويه بطفاتي في الليل عليكم عندي خونو شويه بطفاتي الماكله يجيبوا لي كاع ولاد العم كم ربما محل الافريشه ما عندهاش الفراش ما عندها والو حوايجها اربع شهور برا يا عجابه عليه كم ربما محل أفريشة ما عندهاش الفراش ما عندها والو حوايجها سهل الإنسان يعيش هكذا شوية بطفاتي في الليل عليكم عندي الكولو ربي يفتح عليها ان شاء الله اللهم امين ان شاء الله يشوفوا فيها يعطوا لها السكنه تاعها
راهي تعاني وليا. يعني لو كان ماشي هذا الضوء تقعد في الظلمه، تريح في الظلمه ما عندهاش باش تريح. بون كاين هاد الكليراج ثاني تاع جارنا ثاني تاع باسكو يديروا لي بيفواك وكلش عندهم ساعه ثاني تاعك ماشي كل يوم كل يوم تصاكسوا هاد الهلالك كتر خيرهم كامل كل واحد باسمه. والله بارك الله فيكم، نقولها ونعاودها، ولاد الحراش يعطيكم الصحة وألف تحية لكم. طبعا ربما كذلك المشاهدين كم تشوفوا معنا، تخيلوا أنه الأم هكذا قاعدة على كونتر بلاكي توت لا جورني يوم كامل، هل يعقل أنه لا؟ هل يعطينا قلبنا نخليو أم في عقدها السادس هكذا على الكونتر بلاكي في هذا الفورغون والبرد اللي راه ربي عالم به؟ ربما لحق الوقت وإن شاء الله ربما السلطات هنا الحراش ربما يدخلوا باش يعطولها سكن، إلى حين إن شاء الله ربما أصحاب الخير ما رمش حين يخليوها طبعا ويعاونوها، لأنه راه يتفتقر الأبسط ضروريات الحياة، ما عندها حتى حاجة. هكذا خالتي دوجا هضري انتيا، انتيا لازم تفرغي قلبك. عندي والو، عندي خالي كتب الدنيا وما فيها، ولادو يعطوني ينفقوا عليا بصح الدار ما داروها لي. صحيح اها وني اربع شهور برا عجبك علاه. صح صح قلت لكم ربما حل افريشه ما عندهاش الفراش ما عندها والو، حوايجها تراحوا كاع فيها على جال الشتاء والبرد، راحوا كاع تواتاو تقطعوا وترماو. ربي يفرج خالتي دوجا خاوتك لولادك لما يشو السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أم جابوا لك العشاء خالتي دوجا، بارك الله فيك الأخ، بارك الله فيكم، شكرا يعطيكم الصحة، ربي يجازيكم كل خير إن شاء الله. نتمنى وبرك من الشعب الجزيري إن شاء الله يعاون أختنا دوجا إن شاء الله، أي في عودي يمانا إن شاء الله ربي يوفقك إن شاء الله، إلى حين الدعاء ديالك والطلب تاعك الحق اللي هكذا أنتم يوميا هنا. أنا هكذا أختي تجيبوا لها الماكلة كيفاش كون يجيب لها الماكلة، كل يوم ودلت واحد كل نهار واحد باش ما نتعاونوا نداولوا عليها كثر خيركم، نجي عليها مستكلف بالاضاءة ان شاء الله ربي ينورها عليك ان شاء الله ان شاء الله ربي ينورها عليك ان شاء الله يا رب ان شاء الله دوجا ان شاء الله قريب ان شاء الله ربي يفتحها ان شاء الله ان شاء الله كثر خيركم. وربع شهور ومشي سهلة في الشتاء والبرد، صح ماشي سهل الشتاء والبرد اختي، حاشاك اللي باطل عليها ديجا غير هذه القعدة وحدها الشتاء عليها، حاشاك الكلاف اللي باطل يخرجوا عليها ما نقدرش وين ربي يفرج ان شاء الله ان شاء الله يفرج ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحة خويا، شعب جزيري ان شاء الله يعاوننا، اللهم امين ان شاء الله يا ربي ان شاء الله، بارك الله فيك ربي يجازيكم كل خير ان شاء الله. خالتي دوجا انا نعطيك ساعة الشاي بزاف عليك مصباح انت تشوفي ناكل كنتو بعيشة شوية بالكفاتي في الليل على عندي الكولو شتي نعطيك تاكل يوم جابوا لك العشاء كولي شوية ما تقدري ناكل هكذا وحده برك شوية برك هذا ما كان نعطيك تاكلي هنا ناكل في النهار في الليل ما نقدر ما تقدريش راهم يقولوا لك والله ما ناكل في الليل ما نقعد فيها التمرميد اختي ان شاء الله. معليش نعطيك تاكلي شويه شلاضه خالتي دوجا شويه فوالا باش ما تقعديش هكذاك الجوع نهار كامل وانت قاعده هكذا. دونك فوالا هذوما الجيران هنا في الحراش لولاهم خالتي تقعد للشر. نعم باش تاكلي انت ديري لي شويه في هذا الكاسر. انا معليش دوك ناكل ما تخميش عليا تخميش كاع عليا خالتي دوجا. شوفوا يعني ربما هذه حاله هذه تاكل بهذه الطريقه مسكينه. نقولوا ان الله المستعان. كنا نحكي ربما على اخوها خالتي دوجا، اخوك يدي مرته هكذا ديال دارهم ويولي ليا، يعني حتى باش يعيش مع ولادو والزوجة ديالهم ما عندوش الحق باسكو هما في بلاصة وهو في بلاصة متشردين متشتين. ما عندك خوك واحد هذا ما كان واحد ربي يحفظه لك ربي مات واحد هاكي تشوفك على الأقل صبتي خوك في كتافك. لقيتيه لقيته ولا لقيته كما وش منسني هو ما كانش وتك فاميليا كاينه ما كانش ولقيت حباب ربي تاني الحق ما خلاونيش ما خلاوني بحتى حاجة. صح أنا نقول أن ربي يخليكم لبعضكم إن شاء الله إن شاء الله يا رب إلى حين إن شاء الله كي تاكلي خالتي بصحتك خالتي دوجا. ندعيو إن شاء الله كل واحد راه يشوف في خالتي دوجا يعاونها بالشي اللي يقدر ولو بالدعاء ولو بالكلمة الطيبة، لأنه هي سلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مساء الخير الأخ
واش راك خويا لاباس؟ راك بخير؟ انت السير خو سعيد. خو خالتي دوجة، انا ضياف عندكم اليوم لانه لازم المشاهدين كذلك يعرفوا انه هذا هو المكان، هنا يفترش الارض كذلك رفقة الاخت ديالو. اول شيء شكرا لانه رحبتوا بينا وقبلتونا باش نخدموا معكم اليوم ان شاء الله ونلحقوا الصوت ديالكم. تفضل خويا، واش راك؟ لا بس الله عنك اختي. الحمد لله. كيفاش مع هذه الحاله؟ كي تشوفي والله راه 4 شهور هكذاك معاناة، الله غير سفرينا الحق، البرد الريح علينا الشتاء، الله غير شبعنا تماله وزيد الدراري جوا تسمى نوصلهم تسمى حتى لدرجة الدم، ايه شغل بزاف ويوصلوا روطال ليكول. كل يوم هكذا ساهيت كل يوم يوميا ولا غير يوميا اليوم عاد نسابك ايه اسمع نسامي صباح يقراو في المسيد والمرأة تكون معاك هنا خالتي دوجة ايه تكون معانا كي تحليل تديها نديها باسكو ما كانش كيفاه الله غالب وكان كيفاه يقعدوا هنا في النهار صح يكونوا هنا في الليل الله غالب ما قدر الله غير تجي مسكينه ما كانش كاع وين تقعد بالوكويه تجي غير باه تشوفني ولا تجيب لي حويجه هكذا معاها ماشي ساهل ماشي ساهل ماشي حاجة سهلة الحق. هاي لا كاع راهي مشتة. ايه هاكي تشوفي تشتتنا مدة 4 شهور كانت مو احنا رانا. اصلا هذه ماشي كاع ظروف الواحد يعيش فيها. ايه بيان سور. يعني كرامة الانسان تهان بهذه الطريقة. ماشي الحالة ماشي سهلة ماشي سهلة الانسان يعيش هكذا. والله صدقوني لازم كذلك خاوتي اللي يشوفوا فينا كاين الريح يا اخي هذه السمانة جاز هذا الريح القوي عليكم لي الفورغون نحس به يتهز حتى المر يتهز والله برد لي ميديت على بالك الحديد لا طونت ايه الصبح ولاد الحومه كاع نديوها لك طاحت ولا طاحت ملا يعني في هذا العمر خالتي توجد 60 سنة لخوها كذلك في هذا العمر يعيشوا في هذه الظروف ربما حقهم ربما سكن لائق ومحترم أنا إن شاء الله إن شاء الله من خلال برنامجنا الصوت ديالكم يلحق السي ساعد ربما استغل الفرصة باش توجه نداء ديالك أنا واش نقول نطلب إن شاء الله اللي يقدر يعاوننا يعاوننا سواء البلدية سواء الدائرة سواء مما رجال الخفاء كما يقول لك رجال أعمال ولا في سبيل الله اللي يقدر يعاون يعاوني ولو كان كلمة مليحة صح ولو بالدعاء طبعا لا بالدعاء نقولوا أنه كي يغيبوا الوالدين كي يتوفوا الوالدين يخلي ولادهم ولادهم ما ياكلش لو كان يكونوا الوالدين احنا الأطفال احنا الولاد ما يصراش فينا هكذا صح؟ بيان سور صح لو كانوا ما يسمى داروا لنا من الأول التعويل كنا ما صح ما تصرناش هكذا لا حتى ولو راهم عايشين ما يخلوكمش تعيشوا هذه الظروف. ايه بيان سور ايه سي نورمال. كيغيبوا الوالدين. ايه صعيبه صعيبه. بابا راح مات الله يرحمه ويحصره خلنا الناس. ما نشفاولوش. ايه ما نشفاولوش. دخلكم تيتمتوا انتم صغار. هذا خلاه يا حبيب. اه صغير. وانا خلاني مولات 8 سنين ما نشفاولوش. ايه ويما ماتت في 2000. ربي يرحمهم ربي يرحمهم. المهم انت وخالتي دوجة قعدوا كيف كيف هكذا يد واحدة ان شاء الله وصبروا وما كانش واحد صبر واحتسب امره لله وشد في ربي سبحانه ربي ما يخليهش ويفرج عليه وهذا ابتلاء وهذا امتحان كامل نجوز على هذه الابتلاءات واللي يصبر هو دائما اللي ينال هادو ما تاكدوا من هذا الشيء ان شاء الله ان شاء الله كلمة أخيرة لك خالتي دوجة أنا والله فرحت اللي جيت خدمت معك اليوم وسمحي لي إذا طولت عليك الله غالب بشغالات والخدمة بالعكس سمحي لي بصحة إن شاء الله ماشي متأخرين إن شاء الله يا رب إن شاء الله كلمة أخيرة الحاجة واش تقولي الكاميرا خاوتي كم يشوفوا فيك إن شاء الله يوسعوني يوسعوها لي في أقرب وقت إن شاء الله آمين يا رب ما نقعد فيها التمرميد أختي إن شاء الله هذا واش نطلب ربي الماكلة ما يجيبوا لي كاع ولا تلقوا بصح نطلب الحيوط ان شاء الله هذا ما كان ان شاء الله انتم ربي يحبكم لانه خلى ناس سخر لكم ناس وقفوا معاكم لا الحق بارك الله فيهم ما جامي في حياتي بالك لو كان تحوسي كاع تزاير كومبلي ما تلقاش ما تلقاش حومه كيما حومه كيما ولاد بيرفور الحق سي سعيد نحس فيك مقنوط لا غالب لا غالب شغل جاتنا على خدعه صدفه كنا في الدار نورمال تربينا معاهم تربينا معاهم اسحاق شغل شغل خاوتنا الحق فاميليا الحق ولاد فاميليا تاع صح
ان شاء الله هذوك الدموع يتحولوا ان شاء الله دموع فرحه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. وما تبكيش، حنا رانا كاع معاكم واقفين، حنا كاع لا وحده ويد وحده ان شاء الله. ان شاء الله. حلمك طلبك كلمه حبيت تقولها. نطلب ان شاء الله قارب ان شاء الله سيطرنا سكنا ان شاء الله. الانسان لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبشر أبشر. الإنسان يلم أولاده ما يلموا كاع العائلة إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله إن شاء الله كل واحد ويشوف فينا، كل واحد حس بدموع وألم والجمرة هذه اللي في قلب السعيد وخالتي دوجة، إن شاء الله يدعي لهم بالخير. قلت لكم الدعاء على بالكم، الدعاء راهي حاجة عظيمة، الكلمة طيبة كذلك. راهو هنا في الحراج في بلفور في هذه الفوقة، رجاء رجاء كل واحد يقدر يعاون إن شاء الله ما يبخلش عليه. أنا صوتكم حنلحقوا إن شاء الله رئيس البلدية وحنشوفوا التدخل ديالو طبعا في الحصة. إلى ذلك الحين ان شاء الله يا رب تتصلوا بنا ويتصل بيا الياس وامين ان شاء الله باش يبشرونا انه فيها الخير طبعا. وما تبكيوش، ولازم دائما تكونوا متفائلين واقوياء هكذا ان شاء الله ان شاء الله. انا اقول لكم نخليكم خلاص كملت الخدمة معاكم إن شاء الله، نروح نزور عائلات أخرى كذلك راهي مغمومة ومهمومة. دوك ناكل كتر خيركم، يعطيك الصحة. أنا نقول للمشاهدين طبعا بقوا دوما أوفياء البرنامج ديال ربي، لأنه البرنامج الوحيد اللي يدخل صح البيوت العائلات الجزائرية وين ما كانوا وين ما كانوا، باش إن شاء الله يلحق الصوت ديالهم على وعلى وعسى أنه إن شاء الله فيه محسنين يتصلوا بهم ويعاونوهم إن شاء الله للخلاص من الهموم ديالهم. نقول لكم أرقامنا راهي تظهر أسفل الشاشة، كل واحد حب يساعد ما حش يبخل على الأخ سعيد وخالتي دوجة. تحية كبيرة أونكور أون فوا لولاد الحراش، بنات الحراش، رجال ونساء، لأنه باش دير الخير ماشي سهل في بلادنا، وباش توقف مع الزوالي على بالكم ماشي سهل، وغير الزوالي اللي يوقف مع الزوالي هذه عن تجربة. ابتلاء، هذا ابتلاء، في كل مرة ربي يبتلينا وبين كل خير وكل خير يكون فيه مرحلة صعيبة، هذيك المرحلة الصعيبة لازم علينا صبروا ونتجاوزوها بالشي اللي نقدروا عليه، لانه الا وياتي الفرج، تاكدوا من ذلك. بقاو دوما اوفياء البرنامج ضياف ربي ان شاء الله. نتلاقاو الاسبوع المقبل ان شاء الله مع عائله اخرى. اذا دمتم في امان الله وحفظه. جاو طلوا هكذا كذا هكي بسيطه ولا ديروا لي الحيوط نحولي من هذه الازمه ولا ورماني ما هداش ربي وانتوما ما بعد فيها التمر ميت أختي إن شاء الله. على بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص موضوع المواطن والمواطنة الأخت دوجة والأخ سعيد، كانت وضعية اللي موجودة على مستوى القطر الوطني، كانت عائلة مطرودة من طرف خاص. هذا الوضع موجود في أي بلدية ولا في أي ولاية وكم، وما أكثرهم. على سبيل الإحصاء في بلدية الحرش تفوت 150 عائلة مطرودة. خالتي دوجة والأخر الحمد لله بفضل الله، المشكلة تاعهم على مستوى بلدية الحرش حمدنا ربي كي لقينا الملف نتاع السوسيال تاعهم يكزيستي، وجوزناهم برميلي برمي في دراسة الملفات على مستوى الدائرة الإدارية فيما يخص بلدية الحراش. درسنا الملف نتاعهم وملف تتوفى به كل الشروط، وخذيناه وإن شاء الله عن قريب راح نخلصوا القائمة ويكون ضمن الناس المحظوظين في القائمة. هذا واجب تاعنا اللي راني نديروا به، وهذا واجب مع ربي ومع العبد. كم ربما هالافريشه ما عندهاش الفراش ما عندها والو حوايجها